بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اليوم نبين لكم واحد المشكل في قراءة الرسمات على الهاتف الذكي على السمارت فون. إذن هنا عندي أبليكاسيون ولا تطبيق قراءة الرسمات، هذا أمبرو دي ريفيور فيور، هذا اللي يستعملوه لابلي بار، وكاين هذا ستيتش فيور فري. هذا ستيتش فيور فري راه معمر بالبيبليسيتي ويقلق بزاف. عندنا هذا أمبرو دي ريفيور، هو سهل وما فيهش البيبليسيتي او اعلانات. نحاول ندخل تيليجرام، عندي رشمة بعث واحدة الأخت راهي تدرس عندي في الدورة، تحاول تبعث الرشمات وشنو ما يقراهاش التطبيق. في بعض الأحيان هاو كي نديرو باش نقراو الرشمة، يخرج لنا هذه التطبيقات التي لا تقرأ الرشمات. في هذه الحالة واش نديرو؟ أنا قمت بإزالة التطبيق وإعادة تشغيله، ولكن نفس المشكل. في المرة الأولى اللي كي نصبته كان يقرأ نورمال، دروك ما يقراش. كيفاش نديرو؟ نروحو للتطبيق أمبرود ريفيور، نروحو لهنا أوبن على ثلاث نقاط، هذا على الجانب، نضغط على ثلاث نقاط، نضغط على open file أو فتح ملف، نروح هنا على ثلاث خطوط، هذه نروح تيلي شارجمو. وشنو أولا الخطوة الأولى واش نديرو؟ كي نروحو للتليجرام نضغط على ثلاث هاد النقاط هذه، وندير اونيزيستري فيشي اونيزيستري دون لي تيلي شارجمو. او هذا الرشمه دارها في تيلي شارجمون. كنعاود نولي للبرنامج، ندخل اوبن فايل، نروح هنا كيفاش خرج تيلي شارجمون. اذا كان ما خرج لكمش روحوا ثلاث خطوط هذه، تخرج لكم هذه القائمه، نروحوا نضغطوا على تيلي شارجمون. هنا في تيلي شارجمو يكون دوسي تاع تيليجرام، ها هو هنايا دوسي تاع تيليجرام، نضغط عليه وهذه الرشمه راهي هنايا. ها شوف درك راه يقرا لي الرشمه. انا نديرو ستاتيستيك، هذه الرشمه فيها 10168 غرزه. جمب او القفز 2، كولر تشينجز 2، على الألوان 2. إذن هذه الطريقة، إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو الصغير باش تحلوا المشكل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.